حياكم الله متابعي شاشة الديار الفضائية وين ما تكونون. صباح الخير على زملائي داخل الاستوديو. اليوم احنا متواجدين في سوق هرج. سوق هرج معروف من الأسواق القديمة البغدادية. خليكم ويانا، خلنا نتعرف على تاريخ هذا السوق وأكثر المحلات اللي موجودة والأنتيكات اللي فيه. ابقوا ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيني أنا سلام. سولف لنا عن تاريخ هذا السوق والانتيكات اللي متواجده به واكثر الاعمال اللي هنا. يعتبر هذا السوق يعني من الاسواق القديمه بغداد وبالعراق. يعني هذا السوق اعتقد امتداد للثلاثينات وامتداد للاربعينات وبدايه الخمسينات ولحد الان قائم. يعتبر هذا السوق من المحلات القديمه، وكنا اشخاص يعني قدماء كلش كبار بهالمصلحه. وش تريد بهالسوق تلقاه، يعني من ناحيه الاحجار، من ناحيه الساعات، من ناحيه السبح، من ناحيه الاثار، يعني بشغلات لا تقدر بالثمن هنا. يعني من النوادر اكو هنا، وحتى تصليح ساعات موجود. يعني اي شيء يخطر على بال المقتني العراقي تلقيه هنا بهذا السوق قديم. بس انت هنا شنو مهنتك بهذا السوق؟ انا هنا مهنتي يعني بائع سبح ومقيم للاحجار. اي مقيم السبح. أي. شلون يصنعون السبحه؟ اكو انواع للسبح، شنو هن انواع السبح؟ هو سبح بحر، اعتبره بحرا للسبح. بيقدر في 100 نوع، ب 200 نوع، يعني من ناحيه الجوده، من ناحيه القدم. مثلا عندك اليسر السعودي الحجازي، مثلا اليسر المصري، مثلا الكهرمان، البايزار، النارجين، يعني اي شيء يعني فد 200 نوع 300 نوع تدوخ بها، يعني بحر بها السبح. وتتراوح اسعارهن من ال 10 دولار الى 1000 دولار. اي نعم. زين، هاي السبح شنو احجار كريمه؟ شلون تتم صناعتها؟ شلون الكركوشه اللي بيها يخلوها؟ سولف لنا عليها. اكو احجار تسمى كريمه واكو احجار شبه كريمه. نعم. شلون؟ احجار الكريمه مثلا اليماني، مثلا الفيروز، مثلا النيشابوري، مثلا الرضوي، والشبه كريمه مثلا الجمشت، مثلا البايزار، ثاني شبه كريمه. شنو الفرق بينهم؟ بالروحانيات اكو سبح بها روحانيه، مثل خاتم يلبس بالاصبع السبحة تنشال بالايد، هي بها روحانيه يعتبر. وهم بها مثلا عندك نوعيتين من السبح اللي هي اليماني واليسر. اليسر بها نوع روحانيات يعني ربانيه. قديم، يعني احنا اكثر من ابهاتنا وكنا اجدادنا هم بينا هو سوق هرج. احنا جينا بالنسبه لي انا جيت بالثمانينات. اي فيسموه، انت تقصد على التسميه مالته ولا تقصد على تاريخه؟ هو تاريخه والتسميه. اي تاريخ قديم هو، يعني هذا هاي البنايه من سنه 1938. واكو عندك اللي قدام هناك اكو خان المدلل اللي هو بصفنا، ذاك الخان اللي جت ام كلثوم بالثلاثينات غنت بيه، كان يصحوا له خان المدلل. خان مثل مسافر خانه، كان يسموه مسافر خانه، يعني جيباتون ليله مثل فندق. اي هذاك، وهذا هم نفس الشيء، هذا اقدم من عنده، اختص بالسباح والمحابس والاشياء القديمه التراثيه. كل ما هو تراث. اي نعم تفضل. ليش سموه هرج؟ والله هاي اني هم يعني مو ضابطه، بس اقول لك اياها يعني. سمعناها يقولون سموه سوق هرج لانه كانت الناس قبل كل من عنده، مثلا عنده واحد عنده حاجه اللي يبيعها، هذا بيده ساعه، هذا بيده تحفيه، هذا بيده ستره، حتى على مستوى الملابس همينه. فكان يجون يبيع يبيعها يوم الجمعه، اكثر شيء هم كانوا يلتقون به.
فهذا يصيح مثلا مزاد يصيح هذا يصيح هاي ب 10 هذا يصيح 12 فكان هرج ومرج فكل فسمي هالشكل لان هذا لان هو تسمع هذا يصيح وهذا يصيح هرج ومرج فسمي سوق هرج جاي اشوف بي انتيكات وبي في تحفيات منين هاي الاشياء اللي تجيبها كمزاد لو مقتنيهن انت شلون؟ نوعين احنا مو اقتناء احنا يعني المصلحه اكو مزادات هنا تصير نروح نشتري من عندها مثل مزاد البغدادي القديم وبعض المزادات هم نشتري عندهم واكثر شيء نشتري اكو هنا عندنا ناس يسموهم الطوافه هذا الطواف شنو؟ هذا يروح يفتر على بيوت على بيوت على الاشياء القديمه يعني المحلات القديمه ابو الزوليه يشتري زوليه ابو الانتيك يشتري يجيب عندنا يعني. فاحنا نشتري من الناس اللي عد هذا ونشتري من الناس اللي نعرفهم يعني مو كل اي واحد وصلنا لختام فقرتنا لهذا اليوم وتعرفنا على معظم الأشياء اللي موجودة في سوق هرج وليه سموه سوق هرج تدرونه أو دعنا